ولكن هلم بنا نقتسم ما رزقنا الله به. هيا هيا كل هذا كل ما عندي لكم اليوم، فتفضلوا يا صغاري كلوا. آه ما أجملكم. أنا أنا ها أجل متى سأكف عن تكرار ما قلته لك؟ ها؟ سنحتفل هذه الليلة بالسنة الجديدة. هيا دع الطيور واجمعي بعض الحطب. هيا إنك تضيعين وقتك مع الطيور. خذوا إياكم أن تعودوا. أنا؟ ها؟ نعم سنذهب لشراء الحاجات من أجل هذه المناسبة. هيا إذا أريدك أن تجمعي الحطب. ها؟ نعم نعم هيا بنا يا أمي لنذهب الآن. لا شك أن المدينة تزدحم بالناس. الذي تفعلينه هنا؟ ماذا جاء بك إلى هنا؟ مرحبا أيها الجندي. أهلا أيتها الفتاة. لا شك أنك أضعت الطريق أليس كذلك؟ كلا أيها الجندي، فأنا أجمع حطبة. الحطب؟ وأي أم تلك التي ترسل ابنتها لجمع الحطب في مثل هذا الطقس القارس؟ يا لم ترسلني أمي، أمي متوفاة. معذرة لسؤالي، إذن والدك أرسلك لجمع الحطب؟ كلا يا سيدي. لا شك أن والدك لو علم بالأمر لحال دون خروجك. إن أبي ميت أيضا. أوه يا للفتاة المسكينة، أنت إذن وحيدة في هذا العالم الكبير. نعم. هيا هيا سأساعدك على جمع الحطب وتحميله. أشكرك، إنك طيب جدا. آه لا تقولي ذلك يا ابنتي، فلن يستغرق تحميل العربة وقتا طويلا. شكرا جزيلا أيها الجندي، شكرا. إيه لا يعمل في مثل هذا الوقت من النهار سوى الجنود واليتامى. وهل أتيت لجمع الحطب أيضا؟ كلا، بل أتيت لأقطع غصن شجرة من أجل فتاة ساذجة. ماذا؟
فتاة ساذجة؟ أجل، الملكة. وهل الغصن من أجل الملكة؟ نعم نعم، سأضع هذا الغصن وسط القاعة الكبرى في القصر. ولماذا؟ من أجل احتفال الغد، وسيزخر القصر بالضيوف، وسيتدلى الذهب والفضة والمجوهرات والدمى من على ذلك الغصن. سيكون الغصن جميلة لكي تسعد الملكة الصغيرة. أما زالت الملكة تلهو بالدمى؟ أنها ملاعة بها كثيرة، فهي ما زالت فتاة صغيرة مثلك تماما. أما أنا فلم ألعب بالدمى منذ زمن بعيد. أوه، لا شك في ذلك، فأنت تعملين كالكبار تماما، بينما الملكة لا تعرف هذا النوع من العمل. إنها لا تعمل شيئا بكل تأكيد. نعم، هذا صحيح، ولكنها أصبحت ملكة بعد أن توفي والداها وهي بعد صغيرة. ماذا؟ إذن هي يتيمة مثلي بلا أب ولا أم. هجل هجل، يمكننا أن ندعوها كذلك. أوه، هي للمسكينة. ها، مسكينة فعلا، إذ ليس هناك من يقف إلى جانبها ليعلمها ما هو الخير وما هو الشر. لك فكرة جيدة. حقا؟ أجل، سأدلك يا سيدي على مكان شجرة احتفال مناسبة. ماذا؟ شيء جميل. ها هي ذي أفضل شجرة احتفال في الغابة بأسرها. إنها بحق كذلك، يا لجمالها. هذه هديتي إلى الملكة اليتيمة. يا رب، ما أجمل هذه الشجرة. فعلا فعلا يا مولاتي، فعلا فعلا يا مولاتي، انها جميله جدا. يحيى لك من مزعج، الا تراني استمتع باكل الكعك. ماذا هنا يا مولاتي؟ لقد حان موعد دروسك لهذا اليوم. هيا. ولكن قبل ذلك يا مولاتي، يجب ان اكتب. عفوا، فنحن بانتظار قرارك يا سيدتي، يجب ان توقعي. وما هو القرار؟ واحد من امرين يا مولاتي، أن تحكمي لهذا السجين بالمغفرة أو أن تحكمي عليه بالموت. المغفرة. الموت. الموت هو قراري يا وزير. أمرك يا مولاتي. ولكن يا صاحبة الجلالة، إن ذلك. ولكن كلمة الموت أقصر أيها المستشار. كما تأمرين يا صاحبة الجلالة. لقد حكم عليه بالموت. خط جميل، أليس كذلك؟ أجل، إنه بحق خط جميل جدا. والآن ستة تضرب في ستة يا صاحبة الجلالة. مسألة لا تهمني. ولكن يا صاحبة الجلالة، أنت وباستمرار تخطئ كل إجاباتي. وأنا أحب أن يظن الناس بأني على صواب. ولكن يا صاحبة الجلالة، وإلا أمرت بقتلك أيضا. أصبت يا صاحبة الجلالة. ستة ضرب ستة تساوي ثلاثة، هل من اعتراف؟ كلا يا صاحبة الجلالة. سبعة ضرب ثمانية تساوي عشرة. صح صح يا صاحبة الجلالة. ثلاثة ضرب ثلاثة تساوي مئة، ما رأيك أيها المستشار؟ جواب رائع يا صاحبة الجلالة. أعطني درجة جيد إذن. أمرك يا صاحبة الجلالة. أشعر بالسعادة حين أنال درجة جيدة. وما هي المسألة الثانية؟ انتهينا الآن من الحساب، واسمحي لي بالانتقال إلى شرح التقويم السنوي والتحدث عنه. فالسنة تتكون من 12 شهرا وأربعة فصول كما تعلمين، وهي الربيع والصيف والخريف وأخيرا الشتاء. أنا أحب الربيع. ويصادف في شهر نيسان، أي بعد كانون الثاني وشباط وآذار. أنا أريد الربيع الآن. هذا مستحيل الآن يا صاحبة الجلالة، مستحيل. ها أنت ثانية تعارضني.